نواصل حل تمارين الكتاب المدرسي ومع التمرين رقم 7 صفحة 65. قيمة العبارة هذه من أجل هذا العدد هي هذا العدد أو هذا أو هذا. الحقيقة هناك فكرة أن هنا يسمى الإكس عامل مشترك. لو تخرج الإكس عامل مشترك كيف يصبح؟ يصبح 73 زائد 27. 3 و7 10، والسبعون والعشرون 90، المجموع 100، يكون أ يساوي 100 إكس. المئة 100 إكس، 100 إكس معناه تتحرك الفاصلة في هذا الاتجاه مرتبتين، معناه 4375. 4375 الجواب ب هو الصحيح. هذه ملاحظة. أراد النظرية A X زائد B X تخرج عامل مشترك فيكون A زائد B في X. مثال 3 كراسي زائد 4 كراسي هو 7 كراسي. من أين جاءت 7؟ من 3 زائد 4. وأراد استعمال الآلة الحاسبة، وهناك أفكار أخرى. إذا A يساوي تخرج العامل المشترك تجد 100 X، وهناك خاصية الضرب في 100، 100 في هذا العدد يساوي هذا، معناه يمكن حل السؤال ذهنيا. في الرياضيات هناك خاصية توزيع الضرب على الجمع، لا ديستريبيتيفيتي، لا ديستريبيتيفيتي، لا ديستريبيتيفيتي، توزيع الضرب على الجمع. من هذا السطر إلى هذا السطر نقول أننا وزعنا الضرب على الجمع ونسميها النشر، ومن هذا السطر السفلي إلى السطر العلوي نقول أننا أخرجنا 3 عامل مشترك. ما احتجناه الآن هو من السطر السفلي إلى السطر العلوي، كان هنا X وهنا X، أخرجناه عامل مشترك. إذا H في A والزائد الاش في البي، هذا كا ا بي، الكا في الأ زائد الكا في البي، هذا يسمى توزيع الضرب على الجمع. انتهى حل التمرين.